صباح الخير، رمضان مبارك سعيد. اليوم سوف نراجع حرف جديد وهو حرف القاف. حسن جدا، يلا انظروا معي كيف أكتب حرف القاف. لدينا نقطة هنا، القاف تأخذ سطران فوق هكذا وأكتبها هكذا. هذه القاف ديال وسط الكلمة. لدينا القاف ديال آخر الكلمة تأخذ سطرين فوق وسطر تحت هكذا. هذه القاف نسميها ديال آخر الكلمة، نكتبها هكذا. الآن سوف نرى القاف بالحركات. يعني القاف بالفتحة أقول لها قا، بالضمة قو، بالكسرة قي، بالسكون ق. حاسة سوف أعيدها، ق قو قي ق، بالمد قا قو قي قي، بالتنوين قن قن قن. حسن، الآن سوف نرى الكلمات. أول كلمة هي قا ص بن. حسن، هذا حرف الصاد سوف نراه عن قريب. قا ص بن. حسن، كلمة أخرى قي طا رن. قي طا رن، نعم حرف الطاء أيضا سوف نرى عن قريب. قط نن قط نن. عقد عقد. من قارن من قارن. قوقن قوقن. لقلاقن لقلاقن. الآن سوف نرى الجمل متضمنة لحرف القاف. ما معنى جملة؟ الجملة تتكون من عدة كلمات وتنتهي بنقطة. نعم، يلا فنبدأ بالجملة الأولى. فتح فتح. القناص القناص. القفص القفص. حسن، هذه الألف واللام نقول لها ال ال. يلا، فتح القناص القفص. حسن جدا. الجملة الثانية وهي سقط سقط القط القط من فوق فوق صندوق صندوق. وهكذا نكون قد تعرفنا على حرف القاف. حسن جداً.